لمزيد من التحليل بينضم إلينا الآن من نيويورك الكاتب والمحلل السياسي أحمد محارم. صباح الخير سيد أحمد، وأهلا بك في صباح جديد. وبداية، كيف ترى كل هذه الجهود حتى الآن في من أجل وقف إطلاق النار، والتي ما زالت حتى هذه اللحظة لم تسفر عن شيء، وأمام كافة أيضا السيناريوهات، هل ترى بأن هناك حل قريب لما يحدث الآن داخل القطاع؟ صباح الخير، التحية والتقدير. أعتقد على المدى القصير لا يوجد أي مؤشر يقول أن بنيامين نتنياهو أو حكومة إسرائيل تريد وقف إطلاق النار، وللأسف الشديد لا يوجد من لديه القدرة أو الاستعداد أو النية أو الرغبة على منعها. كمان للأسف الشديد مسألة الأسرة ليست من أولى اهتمامات بنيامين نتنياهو، لأن لو اتحلت قضية الأسرة فحصل في انفراجة وبالتالي يبدأ التحقيقات معه. كمان هو اتجاه المسألة الحرب مع لبنان، يعني كلام كتير بقاله فترة، وبدأت بعض الدول الأوروبية عندها النية لإجلاء رعاياها. للأسف الشديد أعتقد أمريكا غير راضية عن هذه الخطوة، ولا تحبذها ولا تشجعها من جانب. ومن الجانب الآخر أيضا وهو الأهم، أن قدرات وفعاليات وإمكانيات حزب الله في حسابات إسرائيل أصبحت تختلف عن الأول، ومن ثم أن بنيامين نتنياهو وحكومته ما بين نارين، هل يخدم على هذه الخطوة الغير مدعومة أمريكيا هربا من فشله في غزة، أم أنها تستمر في مسألة شد وجذب ومناورات بسيطة؟ لا أعتقد أن هناك حرب قريبة ممكن أن تحدث في لبنان، حرصا من إسرائيل على أنه لو وجهت ضربة للبنان أو لحزب الله هتكون هي كمان طرف مأزي على مدى طويل. نعم سيد أحمد، نرى الآن تظاهرات حاشدة في الشوارع الإسرائيلية مطالبة بإسقاط الحكومة، وهناك حديث عن الدعوة لإضرابات عامة في الفترة القادمة، برأيك إلى أي مدى ترى تأثير ذلك على الوضع الداخلي الإسرائيلي؟ احنا دخلنا في 19 شهور دلوقتي والمظاهرات بتزيد، وكانت الأول كل يوم سبت والعدد بيزيد، أصبحت كمان شبه يومية. لا يلتفت بنيامين نتنياهو لهذه المظاهرات لأنه بيطلع قصادها مظاهرات أخرى، وقيدا قد تكون حاشدة أحيانا وليست حاشدة في بعض الأحيان، وأيضا لما يقوم به بنيامين نتنياهو. للأسف الشديد هناك أيضا عدد كبير في الداخل الإسرائيلي مقتنعين بما يفعله بنيامين نتنياهو، وأن مستقبل إسرائيل في استمرار هذه الحرب والقضاء على حماس والقضاء على القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين. اللي حصل في 8-9 شهور اللي فاتوا من دمار كامل، 80% من البنية الأساسية لغزة دمرت، وحتى كنا زمان لما بتحصل أي صراعات بتستمر بعض أسابيع أو عدة شهور بيكون في مسألة إعادة أعمار غزة. الجملة دي أصبحت طرف الحقيقة، وفي كلام كبير عن أنه مستقبل المنطقة هيكون صعب جداً. طب بالحديث عن مستقبل المنطقة، وكنت تتحدث منذ قليل سيد أحمد فيما يتعلق بالشأن اللبناني، لو ذهبنا بالتحديد للجبهة الشمالية الإسرائيلية أو الجنوب اللبناني، إلى أي مدى مع هذا التصعيد غير المسبوق ترى أن ممكن أن تطول الأوضاع هناك؟ ستظل المسألة في نطاق ما يحدث من يوم والتاني، مناوشات من كل طرف، لكن عشان تكون حرب شاملة أعتقد إسرائيل حريصة جداً على أنها تزيد من الضغط على الجانب اللبناني وعلى حزب الله، لكن لا أعتقد أن في المستقبل القريب حتكون في حرب، لأنه حسابات إسرائيل بتقول حتكون حرب صعبة، فلا أعتقد أن حتستمر. يعني في خوف وفي استعداد وفي رهبة، لكن لن تكون هناك حرب بالشكل الشامل يعني. نعم، أيضا لو أسقطنا كل هذه الأحداث على ملف الانتخابات الأمريكية، برأيك كيف يمكن أن ينعكس ما يدور على النخب الأمريكي، وهل ما يحدث في صالح بايدن أم ضده؟ للأسف الشديد ضده مش في صالحه، طبعا هتكون أحد النقاط القوية اللي هيواجهوا بها ترامب في المناظرة المرتقبة، هتكون يعني بالحقيقة يعني اللي حاصل دلوقتي والدعم الغير مسبوق اللي قدمته أمريكا لإسرائيل خلال الفترة الماضية جعلت هناك حراك في الشارع الأمريكي. الشباب اللي هم 40% من الناخبين كانوا ضد الحرب. اللي حصل في الجامعات الأمريكية العريقة من قمع للحريات الحقيقة كان شيء غير مسبوق. أعتقد مش من مصلحة بايدن اللي حصل، ودي هتكون أحد النقاط اللي هتقلب عليه الطاولة لما هيكون في مناظرة علنية بينه وبين ترامب. موقف بايدن مش هيكون بهذه القوة، لكن أيضا موقف الطرف الآخر
احنا امام ظاهره ما بين رئيس سيء ورئيس اكثر سوءا. يعني طبعا لو حصل وفاز ترامب، ما ننساش ان ترامب هو صاحب فكره يعني مستقبل المنطقه هيكون يعني محفوف بالمخاطر. هو الرئيس الوحيد الامريكي اللي نقل السفاره لتل ابيب، من تل ابيب للقدس، وفي نفس الوقت ايضا هو صاحب نظريه ان يكون المنطقه كلها يعني تحت رحم وامرة اسرائيل. نعم، بشكرك شكرا جزيلا الكاتب والمحلل السياسي سيد أحمد محارم، كنت معنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.